السلام عليكم. الله يسهل الاحوال على الجميع، ونطلب الله السلامه في هذا الغلاء اللي واقع دابا، ونطلب الله يكون خير. راه الاثمنه مرتفعه على الدرويش، كيجي لعندنا الدرويش لهنا كيبقى بانه بلوكي، ما كيقدر يساوم، ما كيقدر يهضر، ما كيقدر يعمل حتى شي حاجه. هادشي هذا بقينا كنبيعو نشرو، حنا كنبيعو نشرو، كنتاسفو من بنادم اللي كيتسخر، بخصوص بنادم اللي موفر الامور ديالو هادي، كيجي داكشي عادي، ولكن كاين واحد 90% بنادم درويش كيجي لهنايا راه مسكين، كنبقاو حيرانين. حنا بيدنا كان كنبيعو شي، كنبقاو حيرانين. اللي غالي دابا بزاف، جميع 90% غالية بهاد الأثمنة. مثلا شنو رخيص، كنشوف الرخا ما كاينش، ما كاينش. ملي مطيشة 8 دراهم، 10 دراهم، بطاطا 9 دراهم، 8 دراهم، الخيار 12 دراهم، اللوبيا 14 دراهم، 15 دراهم، القرع 15 دراهم، 14 دراهم، شنقول لك، الفلفلة 10 دراهم، كل فلور 10 دراهم، كل فلور كياكل الدروش ديالو دابا 10 دراهم الكيلو. كان كيعمل بالراس، كيتاع ب 4 دراهم كيلو، 3 دراهم. مندلين الله خير، دابا عندها 8 دراهم، 7 دراهم، الدروش هاد الساعه كان كياكل ب 4 دراهم، 3 دراهم. كيفاش دابا ما عرفتش هاد البسباس هذا، كنا كنشريوها غير بالربطه، دابا كنشريوها ب 1200 الكيلو. يلا تزيد البروكلي 30 درهم الكيلو، 40 درهم مره 30 مره 40، خلي البروكلي هذا نستغنوا عليه. البروكلي دابا 25 درهم، 28. الاثمنه بزاف، العنب مثلا ديال الفروتا، العنب 14 درهم، 15 درهم، الرمان مسكين الدروش كان كياكلوا ب 4 درهم، 3 درهم، دابا 7 درهم، 8 درهم، شي حاجه ما تخيلش بعقل ديالك الله عليها هذا كيفاش، شنو واقع. ودابا كنفكر انا كاين بعض الناس كيجي يتسخر، الانسان كيطلب لوكا مره مادام كيطلب لوكا، يعني كتبقى تشوف في الوجه هذا اخر كيرجع ازرق، ملي كيتعود معك على الاثمنه. شحال من بنادم كيتشكى الله يحسن العون، الناس صافي واقع الناس. ما غادي نقدرش نشرح لكم، ما نقدرش نقول لك شي حاجه، الاوضاع راه صعيبه بزاف. حنا ملي كنبيعو نشرو الدنيا هانيه، كنبقاو نقولو ساعه ساعه اعمل هذا، ما كتجبرش كيفاش دعم. حتى ملي شي حاجه ما تقدرش، ملي ما تقدر تقرب لا هذا لا تشوف حتى شي حاجه. الحاجه اللي كتشوف فيها بوبري كتشوف اخر، يعني جوج البياسات هي مشات لك 50 درهم اللي كيخدم فيها نهار كامل. كيخدم اخر 70 درهم في النهار. غادي يجي يدي جوج البطاطا، جوج الماطيشات، البصله، هي وصلت 60 درهم. رانا الصوائر اخرى اللي تابعها، كرا ارى الماء، ارى الدوره، الزيت، اما الزيت والسكر ولا مشى للخزين وهادي بوبري. لا احسن لهم، كنشوف شحال من بنادم علق راسه على هاد المشاكل هادي، كيكون الضغط النفسي اخي داير. كنقولها وكنوضح بان الضغط النفسي كيكون عليه بوبري باش كيعمل ديك الطريقه، ماشي زعما نقول هاد الهضره. بزاف الدراري كنعرفوهم حنا شخصيا، بوبري نعملوا داك الشيء في راسهم، كنعرفوهم نقيو، عندهم اسره وعندهم هادي، كنسمعوا فلان علق راسه. واحد ولد هنايا بوبري نفسه في السويقه وهادي، العائله بوبري كان كيجي كيتسخر وهادي، فعلا تشكى لي حنا، قال لي الدو اش كيجي لعندي لهنا كيدير ديك التفتفات وهادي. كنقول للعائله واحد الساعه سمعتو على الاقل راسو، ملي تاوت مع شي جيران ديالو قالوا له ظروف ماديه تمكن تمشي للدار، ما قدوا على هادي لا على هادي لا على هادي، كيوقع المرض النفسي يا صاحبي. حتى الاسر، حتى الاسر الصغارين هادي كيطلع فيهم ديك المرض النفسي. دابا حتى البنيه غادي تتربى مكفسه. اما اللي عنده الامكانيات وعنده منياش ولا هادي، ما كيرد البال حتى شي حاجه، ما كيردش البال حتى هادشي اللي كيجي اللي كيوقع. يعني كيقولوا لله الحمد، المهم الله يرزق اي واحد، الله يسهل على اي واحد، هذا اللي كاين. المهم طلبوا الله السلامه وساعه سعيده، والله يسهل على الجميع. السلام عليكم، معكم بائع الخضر والفواكه في ترانكات، وهادشي هذا اللي كاين، هذا الغلاء وهذا الاسعار المرتفعه مع مصيبه وصافي، مصيبه هادشي هذا، هادشي كامل المسؤولين ما كاينش المراقبه في المارشي، كاين ديك البلعه ديال السلعه كتعاود البيع جوج المرات، هادشي وديك التصدير الافريقي هو اللي عامل هاد المصيبه وقله الامطار. المهم هادشي في حالة يرثى لها، طلب الله الفرج من عند الله وصافي. بالنسبه للمواطن البسيط اللي كيجي يتسخر، المواطن البسيط عنده بعض الاشياء كاع ما كيوصل لها، بطاطا 1000 فرانك، 8 دراهم، البصله 6 7 دراهم، مطيشه 10 دراهم ما غاتحش عليها. اما الاسماك ولا الدجاج، الخيار 12، الفلفله 9 10، قرع 15 درهم 14. المواطن البسيط المسكين ما بقاش الاساسيات، ما بقاش كيشوف فيهم. دابا البيض درهم ونص، 160 فرانك، الشيء خطير، الشيء هذا الكارثه ديال الغلاء، ما عرفناش فين مشى. والمسؤولين خصهم يتحركوا شويه، يراقبوا، ما كاين لا مراقبه ولا الشيء هذا. اللي كيعجبو يدير شي حاجه كيديرها. فغير في المارشي حنا نشوفوا في المارشي السلعه كتدخل بثمن، وكيعطيها واحد يبيعها بثمن، وعاود لها بثمن. السلعه كتبدا ب 100 درهم كتوصل حتى 200 درهم، بزاف هادشي هذا. خص المسؤولين يتحركوا شويه، راه هادشي هذا الكارثه واقعه في اكثريه في هذه المدينه تطوان، كارثه كبيره. الحاله واقفه، والله يفرج وصافي على الدراوش مساكن، على الغلا، الضا والكرا، الماء والضا، وكل شيء مرتفع، كل شيء
كارثي. ما شاء الله الله يفرج وصافي. ايوا خير غلا على المسكين. ودابا ني عنده مزيار. فهمتني؟ ايوا ما عندك ما دام ني عطى الله هو. إلا كنت كنشري البطاطا والطوماطيس والجعده وكذا غنشري غير واحد الحاجه. فهمتني؟ لأن ما نقدرش نشري ديك الشيء. 50 درهم عندي في الجيب و70 درهم ما نقدرش نشري مثلا غير 4 و5 الحاجات. يوم ناكل بطاطا غدا ناكل جعده. بعدو ناكل نبقى بالجوع ما ناكل شيء. فهمتيني؟ ايوا هي هادي ما عندك مدام. السوق كيجي غلا. غلا خير غلا. وهادشي كنظن ما عمرو باقي تحت الثمن لان صبروا هذا الريتم هذا غادي يبقى. فهمتيني؟ اللعب مارشي عاود كيلعبوا فيه وهي ماجيه من فوق. فهمتيني؟ فكادير خليك ماطيسة كتعمل 6 درهم فكادير. فهمتيني؟ ايوا ما شاء الله. نعم الدرويش هو معذب وني خدام معذب ني قال بحال 3000 درهم في الشهر ومعذب دابا فهمتيني خلص الكرا خلص هذه مع العيال كذا كي الله يحسن العام كيعيش اخو مقتول هو ميت هو بروح. السلام عليكم. بالنسبه لارفع الاسعار ارتفاع الاسعار بالسوق كتفاجئوا بزاف في الخضار ولا الفواكه هادشي هذا ما عرفناش السبب ديالو. اغلب الناس كيقولوا على حساب زعما السبب كاس العالم تنظيم كاس العالم ما عرفتش كيفاش ولا يعني كتفاجئ بخضار بواحد الثمن اللي عالي بزاف ولا بالنسبه غير الحاجات اللي بساط بحال البطاطا الجعده الحاجه اللي كناكلوها في اليوميات ديالنا وهذا الشيء هذا والله ما هو منكر بزاف هذا الشيء هذا. الدرويش والدرويش دابا حنا كنتسخروا له كنليفروا له كيتفاجئوا بالاثمن اللي كنقولوا له.